إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في الله. نظر الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال، وأن يجمعنا وإياكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. أحبتي في الله، مع أئمة الهدى ومصابيح الدجى، ونحن اليوم على موعد مع الأواب التواب، مع الحيي الكريم، مع التقي العابد النقي الورع. إنه التقي النقي الحيي ذو النورين وصاحب الهجرتين والمصلي إلى القبلتين. إنه الرجل الذي كان إسلامه غضا وديعا كأنفاس الزهر في فجر الربيع، مع أول إسراقة وإطلالة للإسلام، فلم يكد الصديق يهمس في أذن هذا الرجل التقي النقي بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا وينفتح قلبه للإسلام عن آخره، ويمضي ليسابق الزمن إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم ليشهد شهادة الحق والصدق بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه الرجل الذي لم يقرأ الموتورون والمرشقون والمجرمون تاريخه إلا من آخره، فأصابوا تاريخه كله من أوله إلى آخره بالأذى والتشويه، مع أن النور أقوى من الظلام، ومع أن الفضيلة أقوى من الخطأ، ومع أن الإيمان أقوى من الشلل، وإن الخطأ مهما يكن شأنه لا يستطيع أن يظهر عظمة الفضيلة أو أن يطفئ نورها أو أن يرد تاريخها وروحها ترابا في تراب. إننا اليوم على موعد مع الشهيد المظلوم، إننا اليوم على موعد مع عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. أحبتي في الله، تعالوا بنا مباشرة لنستهل حديثنا المبارك عن هذا الرجل التقي النقي الحيي المبارك بقول الحق وشهادة الصدق وقول الفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق هذا الرجل المظلوم المفترى عليه، لتكون هذه الشهادة من أول الطريق إلى آخره بمثابة النور الذي سيبدد لنا كل الشبهات، والذي سيدمر لنا كل المؤامرات، بمثابة النور الذي من خلاله سنرى عثمان التقي النقي الحيي. ففي الحديث الذي رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه او ساقيه، فاستأذن ابو بكر فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حاله، اي وهو كاشف لفخذيه او ساقيه،
ودخل الصديق رضي الله عنه فحدث النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج. تقول عائشة: فاستأذن عمر فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ذلك، أي وهو على تلك الحال. فدخل عمر بن الخطاب فحدث النبي صلى الله عليه وسلم وخرج عمر. تقول عائشة: ثم استأذن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فقبل أن يأذن له النبي جلس وسوى ثيابه واعتدل في جلسته، ثم أذن لعثمان رضي الله عنه. فدخل عثمان بن عفان فحدث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج عثمان لقطت التقية النقية الأمر وأرادت أن تسأل عن الخبر، فقالت عائشة: يا رسول الله، دخل أبو بكر وأنت كاشف عن ساقيك أو فخذيك، فحدثك وأنت على هيئتك. وقالت كما في حديث مسلم: فلم تهتش له ولم تبالغ. ودخل عمر فحدثك وأنت على هيئتك فلم تهتش له ولم تبالغ. فلما دخل عثمان جلبت وسويت ثيابك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ يا خالق عثمان سبحانه، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ أي طراز من البشر كان عثمان لتستحي منه ملائكة الرحيم الرحمن؟ أي طراز من البشر كان عثمان لينال هذه الشهادة وليتوج بهذه الكرامة وليوصف بهذه الفضيلة وليحلى بهذا الوسام العالي الغالي الكريم؟ ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ يا لها والله من شهادة، ووالله لو لم يخرج عثمان من الدنيا إلا بها لكفته شرفا وفخرا وفضلا في الدنيا والآخرة. ولكن خذوا المزيد أيها الأحباب، ففي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: فوضأت يوما في بيتي وخرجت قائلا: لألتمن اليوم رسول الله ولأكونن معه يومي هذا. فخرجت أتبع أثره، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بئر أريس، فتوسط قف البئر وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. يقول أبو موسى: فدخلت على رسول الله فسلمت عليه صلى الله عليه وسلم، ثم انصرفت فجلقت عند الباب وقلت: لأكونن اليوم بواب رسول الله. الله أكبر. وقلت: لأكونن اليوم بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وإذا رجل يحرك الباب، فقلت: من؟ قال: أبو بكر. فقال أبو موسى: على رجلك، انتظر. ودخل أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذن له وبشره بالجنة. يقول أبو موسى: فجئت أبا بكر فقلت: ادخل ورسول الله يبشرك بالجنة. يقول: فدخل أبو بكر رضي الله عنه فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكف، وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وجلست عند الباب وقلت: إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به، يقصد أبو موسى أخاه رضي الله عنهما. يقول: فإذا إنسان محرك الباب، فقلت: من؟ قال: عمر بن الخطاب. فقال أبو موسى: على رجله. وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عمر بن الخطاب يستأذن عليك يا رسول الله. فقال الحبيب: ائذن له وبشره بالجنة.
فجئت عمر فقلت ادخل ورسول الله يبشرك بالجنة. يقول ثم جلست عند الباب وقلت ان يرد الله بفلان خيرا يعني اخاه يأتي به، فاذا انسان محرك الباب، فقلت من؟ قال عثمان بن عفان. قلت على اسمك يا رسول الله، هذا عثمان بن عفان يستأذن عليك. يقول ابو موسى كما في بعض الروايات غير رواية صحيح مسلم، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم هنيها، ثم قال يا ابا موسى ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى فصيبه بابيه وامه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. يقول فذهبت الى عثمان وقلت ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة مع بلوى تصيبه. فقال عثمان في بعض الروايات نصبر، وفي بعض الروايات قال الله المستعان الله المستعان. ودخل عثمان فوجد الخف قد امتلأ، فجلس مقابلا للنبي وصاحبيه رضي الله عنهما وكشف عن ساقيه ودلاهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وبعد البشارة بالجنة تأتي البشارة بالشهادة. نعم، لقد بشر عثمان بالشهادة في سبيل الله بعد البشارة بالجنة، كما في الحديث الذي رواه البخاري والترمذي وغيرهما من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم احد، اي على جبل احد، وابو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم الجبل، فخاطب النبي الجبل وقال اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. والنبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، والصديق هو ابو بكر، والشهيدان هما عمر وعثمان رضي الله عنهما. اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الى المدينة لن نخرج في هذا اللقاء عن اوسمة الشرف وشهادات البطولة والفضيلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان، ليقف المرجفون وليخرف الموتورون في كل زمان ومكان، الذين ما زالوا الى يومنا هذا على صفحات الجرائد وفي الاذاعات يتهمون عثمان ويظلمون عثمان رضي الله عنه، ويتكلمون عنه وعن اخوانه من الصحابة كما يتكلمون عن سفلة الخلق وحطمة الناس. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم انظروا، لما هاجر النبي الى الى المدينة اشتكى الصحابة رضي الله عنهم أزمة خطيرة خطيرة، اشتكوا أزمة الماء. نعم، فلم يكن بالمدينة ماء يستعذب غير بئر روما، وكانت ليهودي شفع الرفع يبيع ملء الفرقة بمد وبأغلى الأثمان. واشتكى الفقراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جزع هذا اليهودي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وتمنى النبي أن لو يجد من بين الصحابة من يشتري بئر رومة ليفيض ماؤها عذبا ثلالا للمسلمين بغير ثمن ولا حساب. وقام النبي صلى الله عليه وسلم يعلن رغبته هذه بين الصحابة، فقال كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن قال من يشتري بئر رومة ويجعل كنوه مع إلاء المسلمين وله بها عين في الجنة.
وفي رواية وله بها خير منها في الجنة. ولم تجد الأزمة إلا عثمانها المعطاء رضي الله عنه الذي سمعت دعوة من رسول الله، عين في الجنة، عين في الجنة، فخلخل والله إنها نعمة تجارة وإنها أرضح التجارة. وينطلق عثمان سريعا إلى هذا اليهودي يريد أن يشتري منهم بئر بكاملها، ويرفض اليهودي الجشع أن يبيع البئر، فيساومه عثمان على أن يشتري نصفها، فيشتري عثمان نصفها باثني عشر ألف درهم على أن يكون لليهودي يوما ولعثمان يوما آخر. وكان المسلمون يستسقون في يوم عثمان ما يكفيهم ليومين. فلما رأى اليهودي الغبي أن تجارته قد بارت وأن سوقه قد كسبت، ذهب بنفسه إلى عثمان ليعرض عليه النصف الآخر، فاشترى عثمان نصفها الآخر بثمانية آلاف درهم ليفيض ماء البئر كله إلى المسلمين بغير ثمن ولا حساب، أقصد بغير ثمن ولا حساب مادي سائل، لأن حطام الدنيا ظل سائل، ولأن المال عارية مسترجعة. وإنما فإن الثمن الأعظم وإن الحساب الأكبر في صحائف عثمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وينظر النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى المسجد فيرى المسجد يضيق بأصحابه، ويرى بعضهم لا يجد له مكانا للصلاة، فينظر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: من يزيد في مسجدنا؟ وتجد الدعوة مرة أخرى عثمانها المعطاء، وينطلق سريعا لشراء قطعة أرض مجاورة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقدمها كريمة سخية بها نفسه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي العام السادس للهجرة خرج النبي وأصحابه للعمرة، وسمعت قريش الخبر، فاستعدت قريش لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت بأنه لن يدخلها علينا عنوة. ووصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقر النبي مع أصحابه عند الحديبية على مشارف مكة، وقد ساق النبي الهدي بين يديه ليخبر قريشا أنه ما جاء محاربا ولا مقاتلا ولا غازيا، وإنما جاء سائرا ومعظما لبيت الله جل وعلا. ولكن قريشا أبت، وبعثت قريش رسلها لتحول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مكة، ولتحذر الرسول بأس قريش. وعاد الرسل ليحذروا قريشا بأس محمد وأصحابه. نعم، فهذا هو عروة بن مسعود الثقفي، آخر هؤلاء الرسل يرى مكانة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، فيرجع إلى قريش قائلا: يا معشر قريش، إني جئت كسرى في ملكه، وجئت قيصر في ملكه، وجئت النجاشي في ملكه، والله ما رأيت ملكا يعظمه قومه مثل ما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا، وما رأيت ملكا يحبه قومه مثل ما رأيت أصحاب محمد يحبون محمدا، ووالله إنهم لن يسلموه أبدا. فروا رأيكم. ويرى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل رسولا من عنده ليقنع قريشا وأسرافها بأنه ما جاء محاربا ولا غازيا ولا مقاتلا، وإنما جاء معظما للبيت وزائرا، وها هو الهدي قد ساقه النبي بين يديه. فمن يختار لهذه المهمة؟ انتدب لهذه المهمة صحابيا جليلا يقال له قراش بن أمية الخزاعي. وذهب قراش
لهذه المهمة الخطيرة. ولم تفت قريش ترى قراشا رضي الله عنه حتى عقرت ناقته، وكادت قريش ان تقتله لولا ان الاحاديث قد انقذوا قراشا من الموت. وعاد قراش الى النبي صلى الله عليه وسلم ليقص عليه ما حدث، فاختار النبي عمر بن الخطاب لهذه المهمة الكبيرة الخطيرة. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، انك تعلم انه ليس بمكة احد يمنعني، ليس بمكة احد يمنعني، ولقد علمت قريش عداوتي لها وبغضي لها، ولكني سادلك على رجل اعز مني في قريش. اتدرون من هو هذا الرجل الذي لا يصلح الا الذي يصلح وحده للقيام بهذه المهمة الكبيرة؟ انه عثمان بن عفان رضي الله عنه. فاستدعى النبي عثمان رضي الله عنه وكلفه بهذه المهمة، ولم يتردد عثمان لحظة ولم يتلعثم برها، وانما انطلق على الفور لمهمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يفكر ايرجع حيا ان يموت شهيدا بمكة امتثالا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن عثمان وارضاه. وانطلق عثمان الى اشراف قريش فبلغهم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن النبي ما جاء غازيا ولا محاربا ولا مقاتلا، وإنما جاء لزيارة البيت ولتعظيمه. وسمع أشراف قريش من عثمان، ونظر عثمان إلى البيت، فلما رآه أشراف قريش ينظر إلى البيت قالوا له: إن أردت أن تطوف بالبيت فطف. لماذا؟ أتدرون ماذا قال عثمان؟ نظر إليهم وقال: والله ما كنت لأطوف به حتى يطوف به رسول الله. إنها الترقية. والله ما كنت لأطوف به حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحتبسته قريش، وشاع الخبر كأن عثمان قد قتل. وهنا قام الصحابة رضي الله عنهم ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الموت، اعظم بيعة عرفها التاريخ كله. انها البيعة التي سميت ببيعة الرضوان، والتي سجل القرآن ذكرها الى يوم القيامة. فقال ربنا جل وعلا عن هؤلاء الاطهار الابرار: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ويثني الله جل وعلا على هؤلاء بقوله: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. قام الصحابة يمدون أيديهم ليبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الموت بعدما بلغهم خبر مقتل عثمان. أتدرون ماذا فعل النبي وماذا قال؟ رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى وقال: هذه يد عثمان، هذه يد عثمان، وضرب بها على يده الاخرى يقول: انس، فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من ايديهم لانفسهم. فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من ايديهم لانفسهم. والحديث رواه الامام الترمذي بسند حسن، وله شاهد في الصحيح في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. هكذا ايها الاحباب كانت يد النبي صلى الله عليه وسلم موضع او مكان يد عثمان رضي الله عنه وارضاه. وبعد 3 اعوام من عام الحديبية
تترامى الانباء الى مسامع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هرقل ملك الروم يستعد لغزو المسلمين في المدينة المنورة نفسها. وكان الحر شديدا وكان الصيف حارا يصهر الجبال ويجيب الحجارة. ولو ان المسلمين خرجوا بإيمانهم للجهاد في سبيل الله تحت وطأة هذا الحر القاتل وعلى هذه الصحراء الملتهبة المتأججة، فأين السلاح وأين العتاد وأين النفقات التي يتطلبها القتال؟ وقام النبي صلى الله عليه وسلم ليحث أصحابه على الإنفاق في سبيل الله لتجهيز جيش العسرة. وتجد الأزمة مرة أخرى عثمانها المعطاء. ففي الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن من حديث عبد الرحمن بن سبرة انه قال جاء عثمان بن عفان بألف دينار فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي يقلبها بيده وهو يقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. يا لها والله من شهادة. أيشهد رسول الله لعثمان بقوله ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم؟ ويأتي المجرمون والموسورون والمرتقون ليشهدوا على عثمان بالخيانة. ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وفي الحديث الذي رواه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن خطاب وفيه قرقد ابو طلحة وهو مجهول وبقية رجال الاسناد ثقات، بل لقد قال الحافظ ابن حجر في الاصابة ولقد ورد هذا الحديث من طرق كثيرة شهيرة صحيحة عن عثمان رضي الله عنه. يقول عبد الرحمن ابن خطاب رضي الله عنه رأيت او شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الصحابة الى تجهيز جيش العسرة. فقام عثمان وقال يا رسول الله علي 100 بعير باحلافها واقتابها في سبيل الله، علي 100 بعير باحلافها واقتابها في سبيل الله. ثم حط رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجيش. فقام عثمان للمرة الثانية وقال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلافها وأقتابها في سبيل الله. ثم حط رسول الله على الجيش. فقام عثمان للمرة الثالثة فقال يا رسول الله علي 300 بعير بأحلافها وأقتابها في سبيل الله. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وهو يقول ما على عثمان ما عمل بعد اليوم، ما على عثمان ما عمل بعد اليوم. واستمر عثمان على ذلك حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن عثمان راض. واستمر عثمان على ذلك مع ابي بكر حتى توفي وهو عن عثمان راض. واستمر عثمان على ذلك حتى طعن الفاروق رضي الله عنه. فكان عثمان واحدا من هؤلاء الستة الذين اختارهم عمر رضي الله عنه ليكون من بينهم الخليفة الجديد. وبعد موت عمر قام الناس جميعا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعون عثمان رضي الله عنه ليصبح عثمان خليفة المسلمين بعد ابي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا. وها هي الايام تمر والاشهر تجري وراءها تسحب معها السنين ليقف عثمان بن عفان ذلكم التقي النقي الحي ليأخذ البيعة من المسلمين من المهاجرين والأنصار من أصحاب نبينا المختار صلى الله عليه وسلم. ويذكرنا الحافظ ابن كثير بأن عثمان قد استهل عهده المبارك بالكتب
الى الامراء والولاة وائمة الصلاة وامناء بيت المال يأمرهم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويحثهم على الاتباع وعدم الاحداث والابتداع. ورأى عثمان بيت المال مليئا بالخيرات فزاد في عطاء الناس وامر بان يقدم الطعام في مسجد رسول الله بصفة مستمرة دائمة للمتعبدين والمتعلمين وابناء السبيل. ولم يكن عثمان يستقر وانتشرت الاشاعات بان الفوضى قد نشبت في بلاد المسلمين بعد مقتل الخليفة القوي عمر. ولم يجد المسلمون الا الخليفة الشيخ الذي هو في سن السبعين ليولوه خليفة على المسلمين. ولكن هذا الخليفة الشيخ سرى تحت اهابه شباب التاريخ وقام ليعلم هؤلاء الموتورين ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يقاسون بالسنين والاعمال. واصدر عثمان الاوامر واختار بنفسه قواد الجيش لتأديب وتقليم اظفار هؤلاء. بل ولم يكتفي الامر عند هذا الحد بل امرهم بان يتجاوز المد الاسلامي هذه البقاع ابعد وابعد. وبالفعل ايها الاحباب مهدت الارض لهذا المد الاسلامي الكثور وانطلق المد الاسلامي في عهد عثمان كأنه الليل والنهار والخليفة الراشد قابع في المدينة المنورة تأتيه الغنائم والاموال بغير حساب. ولكن لم تلبث هذه الريح الهادئة الباردة ان تتحول الى عاصفة شديدة يشد بعضها بعضا وينادي بعضها بعضا لتتحول اخيرا الى اعصار مدمر قاتل تسقط فيه شراسة المتآمرين والمجرمين الى الحضيض ويتسامى فيها تسامح الخليفة الى القمة. فالى هذه الفتنة بعد جلسة الاستراحة واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فيا ايها الاحباب اعيروني القلوب والاسماع لنعيش بعض الدقائق مع هذه الفتنة الحالكة التي انتهت بمقتل الخليفة الراشد رضي الله عنه وارضاه. وتبدأ الفتنة بايجاز شديد على يد هذا اليهودي الخبيث عبد الله بن سبأ المكنى بابن السوداء. هذا الرجل الذي دخل في الاسلام في ظروف غامضة وانتحل الاسلام وادعى حرصه وغيرته الشديدة على قيمه وحدوده وحرماته. وانطلق ابن السوداء الى المدينة المنورة ليدرس احوال المدينة في صمت وخف ودهاء وليتسمع اخبار الامصار والاقاليم وليرسم خطته باحكام واتقان. ولما انتهى من رسم الخطة انطلق في الامصار وفي البلاد لينكش سمومه الكبيرة. ووجدت هذه السموم بعض الاذان الصاغية من الموتورين وهؤلاء لا يخلو منهم زمان ولا مكان حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانطلق هذا الرجل الخبيث بهذه العبارة الخطيرة وبهذه الفتنة الكبيرة التي بدأها بالطعن في خلافة عثمان رضي الله عنه وارضاه وقال عبارته الشهيرة ان لكل رسول وصيا وان عليا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وان عثمان وثب على الامة واخذ الحق من صاحبه. هذه بداية الفتنة. وان عثمان قد وثب على الامة
واخذ الحق من صاحبه وانطلق في البلاد والامصار، فبدأ بالبصرة ثم الى الكوفة ثم الى الشام ثم الى مصر، ونجح ابن السوداء في ان يستقطب بعض الموجورين من ضعفاء النفوس واصحاب امراض القلوب، واتفقوا جميعا تحت هذه المظلة ايها الاحباب التي تخدع الكثير والكثير في كل زمان ومكان، قال لهم محددا لمنهجهم: فظاهروا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظروا الى المنهج، تظاهروا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر لتستميلوا الناس اليكم، وابدأوا بالطعن في امرائكم، وقولوا بان عليا وصي رسول الله، وان عثمان قد اعتدى عليه واخذ الحق من صاحبه، فانهضوا لتردوا الحق الى اهله. واتفق هؤلاء على ان يلتقوا جميعا بالمدينة المنورة، وخرجوا وقد تظاهروا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وابلغوا الناس انهم ما خرجوا الا للقاء عثمان رضي الله عنه وارضاه، ليستعفون بعض عماله. ووصلوا الى المدينة المنورة في اعداد تقل قليلا عن 3000 رجل، في الوقت الذي فيه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في البعوث والغزوات، بل ومنهم من خرج الى حج بيت الله الحرام. ولما سمع عثمان الخبر ارسل عثمان اليهم رجلين من بني مخشوم من رجاله، فوصل الرجلان الى القوم فعلم حقيقة الامر، وان القوم ما خرجوا الا لامرين: اما لخلع عثمان او لقتله. واخبر عثمان بذلك، فجمع عثمان الناس في المسجد وقام على المنبر خطيبا وقال بعدما حمد الله واثنى عليه، اخبرهم بحقيقة القول. فقال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: من المهاجرين والانصار اقتلهم، فان رسول الله قد قال: من دعا الى نفسه او الى احد وعلى الناس امام فعليه لعنة الله، واقتلوه. اتدرون ماذا قال الحيي التقي النقي؟ قال: كلا، بل نعفو ونقبل ونبصرهم بجهدنا، ولا نقتل احدا حتى يركب حدا او يبدي كفرا، ثم بدأ عثمان يرد على المسائل التي نقموا عليه فيها، فقال، وانتبهوا جيدا، فقال عثمان: قالوا، اي يردد اتهامات القوم ويردد اشاعات الناس، قال عثمان: قالوا بانني خالفت رسول الله وصاحبيه واتممت الصلاة في المزدلفة في الحج، وكان الرسول يقصر الصلاة، وعمر وابو بكر، فقال عثمان: اما واني قد اتيت بلدا فيه اهلي فاتممت الصلاة لذلك. وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. ثم التفت الى القوم وقال: اكذلك هو؟ قالوا: اللهم نعم. ثم قال عثمان: وقالوا بانني احميت الحمى، اي كثرت اموالي وكثرت المراعي الخاصة بي. ثم قال: انا والله لقد وليت عليكم، وليس بالعرب من هو اكثر مني بعيرا وشاة، وانا اليوم لا املك بعيرا ولا املك شاة الا بعيرين اثنين لحجي، اكذلك هو؟ قالوا: اللهم نعم. وقال عثمان: واتهموني بانني اكثرت العطاء لعبد الله بن ابي صرح، ووالله ما افأت عليه الا بما افاء الله عليه من قبل، والا بما فعله ابو بكر وعمر، اكذلك هو؟ قالوا: اللهم نعم. وقال عثمان: واتهموني
بأن القرآن كان صحفا فجعلت القرآن كتابا واحدا، ووالله إن القرآن لكتاب واحد نزل من عند واحد، ولم أفعل إلا ما فعله صاحباي أبو بكر وعمر، أكذلك هو؟ قالوا اللهم نعم. وقال عثمان واتهموني بأني أحب أهلي وأعطيهم من مال المسلمين، أما والله إن حبي إليهم لم أمن معهم على جور، وإنما أقمت حقوق الله عليهم، وأما عطائي لهم فمن مالي، ووالله إلى يومي هذا ما أكلت مال المسلمين، وإنما آكل إلى اليوم من خالص مالي. وفند عثمان رضي الله عنه هذه الشبهات وهذه الأقاويل وهذه الافتراءات وهذه الادعاءات، وهل نصدق احدا بعد عثمان رضي الله عنه وارضاه؟ وظن عثمان ان الناس قد انطفأت نار الفتنة في قلوبهم، ولكنه نسي ان هؤلاء ما خرجوا لله، وما خرجوا للدار الآخرة، وما خرجوا ابتغاء مرضات الله، وإنما خرجوا بنار أسجت في قلوبهم واشتعلت في صدورهم. وعاد القوم وقد اتفقوا على أن يعودوا مرة أخرى لحصار المدينة بعد هذا كله. لو أرادوا الخير لعادوا، لو أرادوا الحق لانشرحت صدورهم بعد هذه الحجج، ولكنهم عادوا وما جاءوا إلا بما عادوا به، وما عادوا إلا بما جاءوا به، واتفقوا على أن يعودوا للمدينة مرة أخرى. واصطبح أهل المدينة ذات صباح بهؤلاء الثوار الموزورين المسلحين يحاصرون المدينة من كل جانب وينكسرون في شوارعها، لم يراعوا حرمة رسول الله ولا حرمة خليفة رسول الله ولا حرمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وحاصروا بيت الخليفة ومنعوا عنه دواره ومنعوا عنه الطعام، بل ومنعوا عنه الشراب الذي ما زالت في عرومة تنضح بمائه من خالص مال عثمان رضي الله عنه وارضاه. وذهب بعض الصحابة الى عثمان رضي الله عنه ليعرضوا عليه الامر في خفية، فقالوا يا خليفة رسول الله ارسل الى البلاد يبعثون اليك الامداد لقتال هؤلاء. اتدرون ماذا قال؟ قال في ثبات ويقين عجيبي، قال ما احب ان القى الله وفي عنقي قطرة دم لامرئ مسلم. يا سبحان الله، ما احب ان القى الله وفي عنقي قطرة دم لامرئ مسلم. فاشاروا عليه مشورة ثانية، قالوا فلتخرج الى الشام الى معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه، فان الامر في الشام على خير ما يراد. قال والله ما كنت بالذي يختار جوارا على جوار رسول الله. فاشاروا عليه امرا ثالثا اشار به معاوية، قال اذا ارسل اليك جيشا من الفرسان لحفظ حياتك. اتدرون ماذا قال؟ قال يزاحمون اصحاب رسول الله في المدينة من المهاجرين والانصار. قال معاوية اذا ستغتال. فقال عثمان حسبي الله ونعم الوكيل. الله اكبر. وفي الليلة الموعودة ايها الاحباب يأتيه حبيبه رسول الله في نومه ويقول يا عثمان ستفطر عندنا الليلة او افطر عندنا غدا يا عثمان، كما رواه الامام الطبري بسند صحيح وذكره الامام ابن الاثير في الكامل، افطر عندنا الليلة يا عثمان. واطمأن عثمان وعلم ان الحياة الى زوال وان الحياة الى فناء. ابن الثمانين ماذا يريد بعد ذلك؟ وهو الذي تربى في مدرسة النبوة، وهو الذي كان يردد دائما واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. واطمأن عثمان وعاد الى كتاب الله، الى كتاب الله الذي خطه عثمان بيمينه المبارك
عاد ليقرأ ليخالط القرآن روحه ليخالط القرآن دمه كما خالطت آيات القرآن روحه من قبل. ودخل هؤلاء الموتورون على عثمان من دار أخرى إلى جوار داره فلم يلتف أن رآهم أمام عينيه فلم يلتفت ولم ينتبه وإن من كف على كتاب الله يقرأ آيات الله ويرتل قرآن الله جل وعلا فانقص عليه هذا الوضع الغافقي ونظر إلى عثمان وبيده حديدة فطعن عثمان بالحديدة في رأسه وضرب المصحف برجله فاستدار المصحف وعاد بين يدي عثمان مرة أخرى ويأبى إلا أن يخالط دماءه كما خالط روحه وقلبه. بالله عليكم أهؤلاء قوم يريدون الله والدار الآخرة يضربون كتاب الله بأرجلهم يضربون المصحف بأرجلهم ويدعون أنهم يريدون الله ورسوله ويأتي بالفهاد التجيبي عليه من الله ما يستحقه ويأتي بالسيف مختلطا به ليضعه في بطن عثمان رضي الله عنه فتأتي زوجته السابقة المخلصة لتخلص زوجها ويقطع هذا الوقت يدها يقطع يدها ويضع السيف في بطن عثمان ويقتله رضي الله عنه وأرضاه. ويأتي هذا الآخر الأحمق عمرو بن الحمص ليطعن عثمان رضي الله عنه بعد هذا كله 9 طعنات في صدره ويقول طعنته 3 لله 3 لله و6 لما كان في صدري عليه ولو صدق عدو الله لقال طعنته 9 طعنات لما كان في صدري عليه. ويأتي واحد منهم ليجرد الفيس من كل شيء حتى الملاءة التي كانت تلتف بها نائلة رضي الله عنها يأخذ الملاءة من على جسدها فتظهر عظامها ويظهر جسدها فيقول الخبيث الوثق ما أعظم عظامها. فتقول المرأة الزكية النقية يا سبحان الله إن القوم ما يريدون الله والدار الآخرة وإنما يريدون الدنيا هل هناك رجل يريد الله والدار الآخرة؟ يقول هذه القولة الخبيثة في زوج خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزداد ورعهم الكاذب ويزداد ورعهم الخبيث فيقفون على الطرقات ليمنعوا عثمان ان يدفن في مقابر المسلمين. عثمان لا يدفن في البقيع لا يدفن في مقابر المسلمين ايها الاحباب ايها الاوغاد لا يدفن في مقابر المسلمين. عثمان خليفة رسول الله صاحب بئر رومة مجاهد جيش العسرة زوج ام كلثوم ورقية لا يدفن في مقابر المسلمين. نعم انه الورع الورع الوقح الورع الكاذب الورع المدعى الورع المفترى تظاهروا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر لتستميل الناس اليكم. ويدفن عثمان في حش كوكب في مكان خلف البقيع ولما تولى معاوية رضي الله عنه ادخله في مقابر المسلمين في البقيع وامر الناس بالدفن حول قبر عثمان رضي الله عنه وارضاه. ايها الاحبة ماذا نقول؟ لا نقول اكثر من جزى الله عثمان عنا وعن الاسلام والمسلمين خير ما جزى صالحا او مصلحا ومعذرة لهذه الاطالة. واسأل الله جل وعلا ان يجمعنا واياكم مع عثمان ومع صاحبيه ومع استاذه محمد صلى الله عليه وسلم في مستقر رحمته انه ولي ذلك مولاه وهو على كل شيء قدير. اللهم هيئ لأمة التوحيد امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويدل فيه اهل معصيتك. اللهم هيئ لأمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويدل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين اللهم أصلحهم يا رب العالمين وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه البلاد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وجود
وتب علينا وارحمنا انك انت التواب الرحيم. هذا واكثر من الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد كما امركم الله جل وعلا بذلك في محكم تنزيله، فقال: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.